ونبقى في هذا الملف ونتوسع في الحديث أكثر مع ضيفنا. ينضم إلينا الآن القاهرة الخبير في الشؤون الإيرانية هاني سليمان. سيد هاني أهلا بك معنا. إذن كما تابعنا مع مراسلنا الآن من فيينا، يوم حاسم جدا اليوم بالنسبة لإيران، سيتم النظر في المسودتين اللتين قدمتهما طهران، موضوع رفع العقوبات على الطاولة، ربما سيحسم اليوم إن كان هناك استمرار لهذه المفاوضات والمحادثات أم لا. ما سقف التوقعات فعليا من اليوم، وهل نتوقع مفاجأة؟ صباح الخير أستاذة داليا، أهلا وسهلا بحضرتك والسادة المتابعين. يوم صعب وطويل على المفاوضين والأطراف المختلفة، الجانب الأوروبي وواشنطن وإيران، فيما يتعلق بمستقبل المفاوضات، ليس فقط فكرة الاتفاق النووي ولكن مستقبل خيارات أخرى قد تكون مطروحة على الطاولة إذا ما أفضت الأمور إلى الوصول إلى طريق مسدود. الكرة في الملعب الإيراني بشكل أكثر، خاصة أنه الطرف الذي فرض شروطه مسبقا ووضع مسودتين، وهناك مسودة ثالثة قيد يمكن المناقشة وغيره، وعلاوة على الإجراءات الإيرانية التي اتخذت خلال الخمس شهور السابقة اللي كان هناك فيها جمود للمفاوضات بالوصول إلى تخصيب اليورانيوم بنسبة 60% وغيرها من الإجراءات. وبالتالي الوصول إلى هذه النقطة هو أمر صعب للغاية، نظرا لأن واشنطن كانت تعتمد على أن طهران لديها مرونة وهناك صفحة جديدة ربما قد تكون أكثر تفاؤلا، لكن الوضع الآن صعب للغاية على كافة الأطراف. وبداية الحديث عن خيارات أخرى مطروحة يؤكد أن الأمور يمكن لا تبشر بخير. أنا شايف أن يمكن، ولكن سيد هاني عضونا على المقاطعة، منذ فترة هناك حديث عن موضوع الخيارات، خيارات واشنطن، نعم، للتعامل مع ملف إيران النووي في حال فشلت هذه المحادثات. يعني هذا الموضوع منذ فترة حتى قبل هذه الجولة من المحادثات. مع تضاؤل الفرص في تحقيق أي تقدم، وهذا السيناريو وارد اليوم، ما هي الخيارات ربما والسيناريوهات الأكثر واقعية التي يمكن أن تلجأ إليها واشنطن؟ استعرضنا قبل قليل بعض هذه السيناريوهات. ملاحظة حضرتك دقيقة للغاية فعلا، لأن يمكن تواتر استخدام لفظة وكلمة إجراءات خيارات أخرى بين قوسين، أعتقد أنه تم استخدامها بشكل روتيني وبشكل كبير من جانب أحيانا أنتوني بلينكن وزير الخارجية أو روبرت مالي المبعوث الخاص بإيران والجانب الأمريكي بشكل متواتر، مما أفقدها معناها ويمكن جعل إيران تتعامل معها على أنها غير جدية بالمرة وهي تصريحات غير جادة. لكن الآن أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية عليها أن تثبت أن هناك فعلا خيارات أخرى. قد لا يملك جو بايدن تحديدا تفاصيل هذه الخيارات، لكن هي قيد المناقشة، خاصة بعد يمكن الإفادة التي قدمتها وزارة الدفاع البنتاغون لجاك سيلفر مستشار الأمن القومي، والاجتماعات الموجودة الآن خاصة بعد تقديم إسرائيل لبعض التقارير عن نية إيران تخصيب لإيرانيوم بنسبة 90% في منشأة فوردو، وبعض التحركات ووجود بيني جانس وزير الدفاع الإسرائيلي علاوة على ديفيد ياربع رئيس الموساد في الولايات المتحدة الأمريكية. وبالتالي التلويح بهذه الخيارات أصبح الآن ليس مجرد ضغط أو تهديد تكتيكي، لكن ربما يكون هناك فعلا مناقشة جدية لمعظم هذه الخيارات. عايز أضيف لحضرتك إضافة للتقرير اللي تفضلت بيه عن الخيارات، أعتقد أنها قد تبدأ من ضغوط دبلوماسية وعقوبات اقتصادية كما كان في السابق، لكن في النهاية ده يتوقف على قدرة إيران على التعاطي والتكيف مع هذه العقوبات كما حدث في السابق. الخيار الآخر هو الدخول في اتفاق جزئي وغير يعني شامل وكامل، لكن في النهاية إسرائيل لن تقبل بهذا الأمر وسيكون الهدف منه تجميد الأمور على هذا الوضع. الخيار الآخر هو الخيار العسكري، وقد يكون هناك جزئين، الجزء الأول هو تخريب منشآت إيران النووية أو عملية عسكرية لبعض المصالح والأهداف الإيرانية، ولن يكون ذلك بعيدا عن الجانب الإسرائيلي. طب الخيارات كثيرة، ولكن السؤال الذي يطرح اليوم، هل طهران مستعدة للتعامل مع تبعات سياساتها مع رفع سقف مطالبها وردود الفعل من قبل واشنطن والدول المعنية بالاتفاق النووي؟ هل إيران مستعدة للتعامل في حال تم فعلا تطبيق هذه السيناريوهات؟ يعني أعتقد أن الإشكالية الرئيسية في إيران أنها دولة غير تقليدية، دولة تتحكم فيها الإيديولوجيا بشكل كبير وفكرة تصدير الثورة، وهي لا تريد تقديم أي تنازلات وتعتمد على فكرة التصعيد واستخدام خطاب يمكن التمرد ومواجهة الشيطان الأكبر وغيره من اللي كان يروج ليه في الداخل. لكن في النهاية أنا شايف أن إيران قد تأذي نفسها، خاصة أنها تتبع مبدأ حافة الهوية والهروب للأمام، لكن في النهاية إذا ما كان هذا الخيار يحقق نتائجه حتى الآن لكنه قد يكون
مخاطرة غير مأمونة العواقب إذا ما كان هناك جدية من جانب الولايات المتحدة الأمريكية والجانب الأوروبي، خاصة أن التعنت الإيراني يقرب وجهات النظر لهذه الأطراف أكثر فأكثر، وربما قد يكون هناك عمل جماعي. وكما تحدثت بريطانيا على إيران ألا تفوت الفرصة الأخيرة فيما يتعلق بمفاوضات فيينا. عايز أقول أن برضو إيران تواجه الضغط بالضغط، هذه هي الإشكالية، أن استخدام أي أداة عسكرية قد تجعل طهران تحاول أن تتلاعب من خلال ميليشياتها وتهدد حركة الملاحة أو بعض المصالح الأخرى، وبالتالي سيكون هناك تصعيد للأمر. وعايز أؤكد هنا أن يمكن من الضروري استخدام أدوات وآليات مختلفة غير التلويح والتهديد الدبلوماسي، أدوات خشنة كما تحدثت في السابق، لكن في النهاية أي خيار عسكري لابد أن يكون مدروس جيدا وبعناية حتى لا تخرج الأمور عن السيطرة. إيران تتقدم في برنامجها النووي، هناك تقارير عدة أشارت بأن هناك تقدم في تخصيب اليورانيوم. نعم، إيران حاولت استغلال الفرصة خلال الشهور السابقة من خلال الوقوف عند نقطة تحقق لها تفوق نوعي وتجعلها في موقف تفاوضي أفضل فيما يتعلق بالجانب الأمريكي والأوروبي، من خلال الوصول إلى 25 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، ويتم الآن العمل على منشأة فوردو اللي هي موجودة ضمن جبل محصن من خلال تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% من خلال استخدام 166 جهاز طرد مركزي من نوع IR6، وبالتالي استخدام أجهزة طرد مركزي تناظرية في منشأة ناتانز. وكل هذه الإجراءات تؤكد أن إيران تحاول المضي قدما إلى النقطة التي تجعلها لديها خيارات عديدة في مواجهة المفاوضين الآخرين، لكن في النهاية هي تعي جيدا أن الوصول إلى امتلاك قنبلة نووية سيجعل هناك خيارات خطيرة وجدية. هي لا تريد الوصول إلى هذا الأمر، لكن هي تريد الوصول إلى أقرب نقطة تمكنها من امتلاك قنبلة نووية وليس امتلاك القنبلة بالفعل. هذا هو المنطق والاستراتيجية الإيرانية التي تحكم خياراتها، لكن في النهاية هي نجحت في ذلك. لكن ردة الفعل الأمريكية والأوروبية ستجعل خلال الأيام القادمة أن تثبت إذا ما كان هناك اطروحات مختلفة للتعامل مع إيران، أم كانت إيران ستجعل شروطها هي من تقود المفاوضة. وسنكون في متابعة لختام اليوم في فيينا بكل تأكيد. شكرا لك سيد هاني سليمان على المشاركة معنا، الخبير في الشؤون الإيرانية، كنت معنا من القاهرة.